نقل وفد من الهيئة العليا للإغاثة بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساعدات إنسانية إلى منكوبي الجفاف في الصومال عبر شركة طيران TMA اللبنانية، وذلك بالتعاون مع صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى. وقد شملت المساعدات المقدمة 1350 حصة غذائية تحتوي كل واحدة منها على أرز وسكر وحليب أطفال ودقيق. وضمت الهبة أيضا 2.5 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة العامة. الوفد الذي وصل ليلة أمس إلى مطار العاصمة الصومالية مقديشو كان في استقباله نائب وزير الدستور وشؤون المصالحة الصومالي إبراهيم سليمان، الذي شكر لبنان حكومة وشعبا مؤكدا أنه السباق بين الدول العربية في تقديم المساعدة. من جهته أكد رئيس الوفد اللبناني المنسق العام للهيئات الخارجية في الهيئة العليا للإغاثة محمد مملوك أن حمولة الطائرة عبارة عن هدية رمزية من الحكومة اللبنانية من أجل التخفيف من معاناة الشعب الصومالي، واعدا بإرسال مزيدا من هذه المساعدات الإنسانية.